لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن من المسائل المستجدة اليوم والتي هي غريبة بعض الشيء ويسأل عنها بعض من كان في القطاعات العسكرية، يقول أنا يوم عرفة مرابط في هذه الطائرة المروحية التي تدور على أرض عرفة حفظا للأمن، فهل يجوز لي أن أنوي الحج وأن أكون بذلك ممن حضر يوم عرفة وهو ركن الحج؟ نقول الجواب يجوز لك هذا الأمر بأن تكون في الطائرة في يوم عرفة، وعندنا القاعدة الشرعية أن الهواء تابع للقرار، فلو كنت في الهواء فلك الحكم حكم الوقوف بعرفة، لكن تتنبأ أنه لا يجوز لك أن تخرج بطائرتك من أرض عرفة قبل مغيب الشمس، فإذا خرجت فإنه يجب عليك أن ترجع إلى أرض عرفة قبل أن تغيب الشمس لئلا تقع في المحظور ويكون بذلك عليك الدم. حينئذ إذا لم تفعل ذلك فإن حجك صحيح وتكون بذلك قد وقفت في أرض عرفة. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.